عقد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 مساء اليوم مؤتمرا صحفيا في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بمستشفى قوة دفاع البحرين المستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا. وقد أعلنت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة استحداث آلية الفحص من المركبات في مركز البحوث الدولي للمؤتمرات والمعارض، كما أكدت سعادة الوزيرة إلى قرار اللجنة التنسيقية بإلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه. اليوم احنا طبعا نود ان نعلن بان زيادة تسهيل الإجراءات وللفحص المواطنين والمقيمين تم استحداث آلية جديدة، وهي الفحص من المركبة أي العربات والسيارات في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي بدأ من أسبوع تقريبا في الفحص، والآن بالإمكان من خلال المركبة أن يكون يتم الفحص من خلالها. وود أن أشير اليوم إلى اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر. عقدت هذه اللجنة اليوم اجتماع، وتم من خلال تقديم عرض من قبل الفريق الطبي، وتم اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين. بالنسبة للجانب الطبي، ففي هذه اللجنة التنسيقية اتخذت عدد من القرارات تتعلق. القرار الأول هو إلزام ارتداء كافة المواطنين والمقيمين للأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة، وإلزام العاملين بالمحال التجارية والصناعية ومرتديها بلبس الأقنعة وكمامات الوجه. هذا راح يكون بشكل إلزامي للجميع. وأود أن أشير بأن هذه الأقنعة بتكون متوفرة في الصيدليات والمحال التجارية، ويتم التنسيق ما بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع هذه المحال، وبالإمكان أيضا صنع هذه الأقنعة منزليا. وهناك إرشادات وتعليمات من وزارة الصحة موجودة على موقع وزارة الصحة، ممكن اللجوء إليها ولمعرفة كيفية صنع الأقنعة المنزلية.